تفاصيل الأخبار لمحورية دوره في حياة المواطن وارتباطه بالتنمية المستدامة، تضع القيادة السياسية ملف تطوير منظومة النقل في صدارة أولوياتها. وفي هذا الإطار وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تطوير المنظومة بشكل شامل وتعزيز إجراءات الأمان والسلامة بالسكك الحديدية، وذلك بالتوازي مع دعم القدرات البشرية. نعم، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور هشام عرفات وزير النقل، والذي عرض مستجدات تطوير منظومة السكك الحديدية، خاصة تطوير المزلقانات وأسطول الوحدات المتحركة، فضلا عن الارتقاء بقطاع نقل البضائع والتوسع في تطبيقات نظم النقل الذكية. وصرح سفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول أيضا الموقف التنفيذي لمشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل لتمكين الوحدات النهرية من الإبحار على مدار الساعة، كما استعرض الاجتماع استعدادات هيئة النقل النهري لموسم السياحة الشتوية بنهر النيل، بما في ذلك تنفيذ أعمال تطهير المجرى الملاحي وتدريب العاملين بالوحدات النهرية على الإبحار في ظروف السدة الشتوية تجنبا لحالات الشحوط.